اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيوفنا نجوم تنس الطاوله في النادي الاهلي. طبعا ببتدي باسطوره التنس الطاوله الحقيقه اللي حقق انجاز كبير، وال11 دوري هو كان موجود فيهم. برحب بالسيد لاشين، اهلا بيك يا سيد. اهلا بيك كابتن هيثم. طبعا ال11 دوري دول يعني اللهم لك الحمد، تمام. دول اللي عدينا، عايزين 11 كمان، دول اللي عدينا، قول يا رب ان شاء الله. برحب طبعا بمحمد البيلي نجم الفريق واللي كان له دور كبير جدا جدا في حصول الفريق على الدوري السنه دي. اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. يعني انجاز كبير، 11 سنه ما شاء الله. اه الحمد لله، طبعا زي ما حضرتك قلت 11 سنه على التوالي، فالحمد لله ربنا يكرم. حضرت منهم كام سنه؟ 11. بس ما شاء الله. ايه ده، انتوا الاثنين 11 مع بعض ما شاء الله، دي حاجه. انا جيت يعني النادي 2004 2005، يعني كنا بنخسر 3 4 سنين كده، ومن 2009 الحمد لله ما خسرناش ماشيين تمام. يعني ما شاء الله انت من يعني ال11 لقب انت حصلت بيهم، ويمكن اكيد مر عليك برضو بطوله عربيه، اكيد مر عليك افريقيا، اكيد الحاجات دي كلها في السكه كانت معانا برضو. اه اكيد الحمد لله، يعني اخدت 7 بطولات عربيه واثنين بطوله افريقيا واثنين كاس مصر. طب محمد، يمكن الموسم انت كلاعب، بقى احنا كنا بنتكلم على الجهاز الفني ليه رؤيه معينه، انت كلاعب بيبقى فيه فترات صعبه، كورونا جت، انت قاعد في البيت، وزنك، الفيتنس، عملت ايه في الفتره دي؟ والله الحمد لله، طبعا زي ما حضرتك قلت، انا اصلا من المنصوره، كنت الفتره دي في المنصوره، كان انا من بلد اسمها سندوب، مركز الشباب بصراحه كان بيسمح لي انا افتحوا الملعب، وكنت باجري فيه طبعا بالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. فالحمد لله طبعا كنت بشتغل وببعت الفيديوهات يعني على الجروب، كنا عاملين جروب على الواتساب ما شاء الله. فالفتره دي كانت صعبه طبعا، حضرتك قلت 6 شهور، لحد لما الحمد لله يعني الواحد وقف على رجله، والحمد لله قدرنا نشتغل. برافو عليك، الشغل الانديفيدوال ده مهم جدا جدا. الحمد لله.